بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداه. وحقك يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. جمال الحسن بتاع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كل شيء، وإحنا في مصر لما كنا بنبيع نبيع بجمال يا جمال النبي ويا نور النبي، ونعيش مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في النور والجمال، وإزاي ما نعيش ده وإزاي ما نعيش وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. إذن باب الخير الواسع وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي دخلنا في باب الخير اللي مكتوب عليه كنتم خير أمة أخرجت للناس. إزاي الأمة دي خرجت؟ بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. مفتاح جنة الدنيا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومفتاح جنة الآخرة بيد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أي حد عايز يرتاح في حياته، أي حد عايز يسعد، ما عندوش غير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أجعل لك صلاتي كلها؟ قال له إذا كفيت همك ووقيت. الراحة هي حضرة النبي، انشراح الصدر هو حضرة النبي، الجمال هو حضرة النبي، كمان الحب وتأليف القلوب مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده لما نيجي نتكلم عن الحب والمحبة وإزاي الناس بتسعد بحضرة النبي، مش هنقدر أبدا ننسى إخواننا في العراق. ليه؟ طيب إخواننا في العراق عندهم في حب حضرة النبي حكاية تانية خالص، ويمكن إخواننا في العراق مع كونهم أقرب الناس إلى المصريين عشان العشرة الطويلة والمحبة الطويلة ما بين أهل مصر وأهل العراق صحيح، لكن في شوية كده حاجات ما ينفعش وانت بتتكلم عن فرحة أمة النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة النبي إلا ولازم تمر على العراق وتشوف جمال محبة أهل العراق لحضرة النبي وفرحتهم قد إيه بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا حد عندي عزيز جدا جدا عليا، حبيبي وصديقي وأخي الدكتور حسن بوزير، إزاي حضرتك؟ أنا سعيد جدا 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 بحضرتك. سلمكم الله يا سيدنا. ويعني أنا لما بشوف حضرتك بسعد وبتهنى. ومعانا كمان فضيلة الشيخ محمود خليف صاحب الصوت الندي اللي هو تلميذي وحبيبي وكمان اللي بيعطر قلوبنا بأنوار حضرة النبي. دكتور حسن، أولا أنت منين في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. سعيد أكون مع حضرتك مولانا المنور المبارك الدكتور عمرو، وأنا متابع جيد لبرنامج ولا تعسروا، البرنامج المبارك اللي فيه الطرح الجميل الطيب المبارك الذي يجيب على كثير من التساؤلات التي تشغل الأذهان، فربنا ينفع بكم ويحفظكم ويزيدكم نورا وبهاء وعلما. احنا بنعمل حلقات بقى المولد عشان تحصل البركه بقى في باقي البرنامج، يعني احنا حلقات المولد دي وحلقات رمضان بنعملها عشان يبقى البرنامج دايما مبارك. نزداد شرفا بالكلام عن حضره الحبيب عليه الصلاه والسلام وعن المولد النبوي الشريف، ونحن الذين نزداد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ازدياد، ونحن نزداد ونغترف من هذا المعين الطيب المبارك. الله يكرمك. حضرتك بقى منين؟ من العراق؟ من الأعظمية، من منطقة العظمية. يا نهار أبيض، من عند سيدنا. نعم. من عند سيدنا الإمام. فيها كانت النشأة، فيها كانت الولادة، وفيها كان. ليه بقى سموها الأعظمية؟ عشان كثير من الناس ممكن ما يكونوش عارفين. يعني سبحان الله، هي نسبة إلى سيدنا الإمام المبجل الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه. وهو مسجده في الـ في الـ مسجده عامر منطقة العظمية. نعم. علي جلال وبهاء. نعم. ونور. نعم. عجيب سبحان الله، وهو المدار أو المحور الذي يكون حوله مناسبة المولد النبوي الشريف. والله يعني الاحتفال المركزي في بغداد يكون عند مسجد الإمام أبي حنيفة. يعني زي ما احنا بنبتدي كده بنروح عند سيدنا أبي عبد الله الحسين. نعم. بنبتدي احنا من العظمية هكذا. نعم. في منطقة العظمية. طب ده حلو قوي. يعني وصف لنا بقى ليه الناس في العراق بيبتدوا بالأعظمية؟ ليه بيبتدوا من مسجد الإمام؟ البداية سبحان الله كانت من الأعظمية، هي بداية قديمة، لأن في يعني أواخر أيام الدولة العثمانية أهديت شعارات شريفة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جامع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، ودخلت في وقتها في سنة 1894 للميلاد.
قديم. ونعم، ودخلت في موكب مهيب، من انطلقت من منطقة باب المعظم قريبة على المدينة العظمية، ودخلت في موكب محمولة على جمل مغطى هكذا بستائر خضراء، وكان مشهد مهيب جدا. الله، وفرح أهل بغداد جدا بهذه الشعارات، وكأن الحال نفس الحال. احنا بنروح برضو عشان في عندنا غرفة للمقتنيات الشريفة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، عند سيدنا الحسين. نعم، عند سيدنا الحسين. أنا عايز أقول لحضرتك، يعني إحنا دايما بنقول للناس، الناس عندهم علاقة خاصة في مصر وفي العراق لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هي مش علاقة بس البحث عن البركة، لكن هي علاقة الذوبان في الحياة. يعني في كل التفاصيل، في كل التفاصيل سيدنا رسول الله حاضر في كل التفاصيل. ايه من التفاصيل بتبقى حاضره قوي قوي قوي، وخاصه في المولد؟ يعني في المولد سبحان الله تبدا من ادق التفاصيل في المولد النبوي. طبعا هو في بعض الاعراف يمكن التي ليس لها يمكن علاقه وثيقه بالشرع، في اواخر صفر، معروف يمكن شهر صفر لا يخفى على شريف علمكم انه من الاشهر اللي كانت العرب نوعا ما تنظر اليه نظره سلبيه، وليست صحيحه سبحان الله. لكن بعض الاحيان يكون بعض العجائز كانوا في اواخر شهر صفر يعني يكسرون بعض الاطباق الفخاريه والزجاجيه ويحرقون بعض المكانس هكذا، يعني سبحان الله عشان يروح وما يجيش هكذا كانه. لكن طبعا سبحان الله هي، وفي نفس الوقت في تفاؤل بهذا الشهر، بشهر ربيع الانور ودخول هذا الشهر الكريم، وتبدأ الشوارع تتزين بالرايات الخضراء